طيب المرة الماضية أظن أو مش المحاضرة الماضية من فترة سألتوني أكثر من سؤال، سألنا عن الانبوت بايس كرنتس والأوفسيت فولتج أوتبوت. هدول كانوا شغلتين حكينا عنهم بدنا نعملهم في الاوب امب عشان اعمل الغي الزيرو اللي موجود. هدول انا عملت ريسيرش اضافي، جبت معلومات اضافيه خلينا نحكي عنهم اليوم حتى نتاكد لانه هم شغلتين مختلفتين. نحكي اول شيء عن الاوفسيت فولتج. لو انا هون جبت اوب امب هون عندي ريزيستر وهون عندي ريزيستر هون عندي الاوتبوت فولتج واخذت هذول التو انبوت فولتجز شبكتهم بالكاونت عندي هون ماينس بلس وهذه مثلا ار1 وهذه ار2 طبعا انا عندي هون السبلاي في سي سي بدنا نسميه في اي اي ماينس هون اوكي هلا المفروض نظريا قديش يطلع معي الاوتبوت؟ زيرو لكن الاوتبوت ما بيطلع زيرو، السبب الاساسي انه الاوتبوت ما بيطلع فيه زيرو انه في داخل التصنيع تبع هذا الاوب ام في مس ماتش. الكومبوننتس بعض الكومبوننتس انا بفترض انها بدها تكون متساويه تماما ما بتكون بالضبط متساويه، هذا سبب التصنيع انا ما بقدر يعني لما بعمل اعداد هائله جدا من هذول الا يطلع في عندي مس ماتش في الكومبوننتس. فبيطلع عندي المشكله اللي بتطلع هون هي اوفست اوتبوت فولتج. هذا الاوفسيت اوتبوت فولتج بيطلع معي فولتج هون، يعني اذا قست الفولتج هون راح الاقي مثلا انه 5 ملي فولت او 3 ملي فولت، واضح المشكله؟ كيف بنحل هاي المشكله؟ باخذ من اظن 5 و1 كانوا 5 و1 لانه عندي 4 كان النيجاتيف سبلاي و7 البوزيتيف سبلاي وهذول 2 3 وهذا الاوتبوت 6 فباجي على الريلز او الكونكشنز 5 و1 بحط هون بوتنشيوميتر والبوتنشيوميتر باخذ هون بشبك هذا الانبوت اللي داخل على او هذا باخذه طبعا هون من 4 هلا شوفوا شو بصير اعمل ببدا بحرك بهذا البوتنشيوميتر لحد ما الاوتبوت قديش يصير؟ زيرو بكون ايش لغيت؟ عملت نالينج للاوتبوت اوفست للاوتبوت فولتج نال للاوفست اوتبوت فولتج حتى اعمل نال للاوفست هذا سببه هلا ايش السبب تبعه؟ المس ماتش الداخلي اللي موجود في الكومبوننتس فكل الاوب امب راح يكون مختلف المس ماتش تبعه ممكن يكون مختلف حتى الغي هذا المس ماتش بضل بعد وبعدين بس اوصل لمرحله معينه واثبتها شو بعمل؟ عاده حتى بحطوا عليه زي تيبكس او شيء خلص بكون ما بديش احركه مره ثانيه بعد هيك خلص ثبت هذا فبس اثبته في مكان معين ويعطيني اوتبوت انبوت اوتبوت فولتج زيرو لما يكون الانبوت فولتج زيرو بكون هذا الاوتبوت اوفست فولتج لاحظوا هذول انا حطيتهم متساويين الانبوت بايس كارنت مشكله ثانيه اذا بنطلع على اي اوب امب انا عمالي بشغله راح يكون في انبوت بايس كارنت هلا متذكرين كلمه بايس ايش بايس يعني او انه انا حتى اشغل اي امبليفاير مش بدي بايسنج اذا بتتذكروا لما انتم كنتوا تصمموا الامبليفاير نفترض اخذنا الاوتبوت من هون مثلا تذكروا الاوتبوت ستيج والانبوت ستيج تحطوا عليهم كاباستر مظبوط متذكرين من الامبليفايرز وهذا ايش بيعمل ايش وظيفه هذا الكاباستر يمنع الدي سي انه يمر فالسيجنال هون ممكن يكون الدي سي تبعها مثلا البايس بوينت تبعتها 3 فولت وهون عمال بدخل الاي سي سيجنال فالاي سي سيجنال بتمر من هون لهون مظبوط وبعدين بتكون عندي اي سي سيجنال مضخمه هون وهي الاي سي سيجنال انا ما بدي الدي سي تبعها يمر شو بعمل بحط كمان كاباستر هذا زي دي كابلين كاباستر بمنع بضل في هون دي سي يعني هذا الامبليفاير شغال على بايس على بايس بوينت على 3 فولت او 4 فولت كاني رفعته بيشتغل عليها بدخل عندي هون سمول سيجنال اي سي بيطلع هون لارج سيجنال اي سي الانبوت اي سي والاوتبوت اي سي مظبوط في داخل هون ايش في عندي؟ عندي اي سي مركب على دي سي مظبوط؟ مظبوط هذا كله لازم تكونوا ماخذينه في اخذتوه في ال 261 او
هلا هاي العمليه اللي عملتها هون مش مر بايس كرنت، مش عملت بايسنج وفي كرنت، ففي كرنت لازم يمر هون حتى اعمل بايسنج، مزبوط؟ اذا نفس الشيء عندي هون، لو جيت اطلعت على هذا الامبليفاير، هاي ماينس هاي بلس، وانت مشغل هذا الامبليفاير رح تلاقي في بايس كرنت مار من هون باستمرار طول الوقت. قيمته مثلا الرينج تبعه 1 مايكرو امبير او 1 ملي امبير، عفوا 1 ملي امبير حسب الداتا شيت. هلا بنتاكد منها. هدول التو بايس كرنتس لازم ضلهم شغالين طول الوقت، لازم ضلهم ماشيين حتى يعمل بايسنج للامبليفاير. طب هدول الكرنتس من وين بيجوني؟ من السبلايز اللي موجوده هون. ماشي واضح؟ يعني انا بدي افهمك اياه، يعني في كرنتس انت ما لها علاقه بالكرنتس اللي انت عم بتضخمها. هاي الكرنتس موجوده على اي حال، في كرنت هون وكرنت هون ماشي وموجود بالداتا شيت قيمته، هلا متاكد من القيمه تبعته. هدول الكرنتس الاثنين لازم يكونوا مارين بايسنج حتى يعملوا بايسنج لهذا الامبليفاير. اللي هم شو بقابلهم هون؟ اي كرنتس؟ هدول الكرنتس اللي مارة هون. يعني شوفوا طلعوا هذا الامبليفاير، لو انا مش مدخل اي سي سيجنال الان ولا طالع معي اي سي سيجنال من هناك، مش هذا بده يكون شغال على بوينت معين على هاي اللود لاين؟ هاي عندي الترانزستور من هون مزبوط؟ هاي نرسم اللود لاين هون. مش احنا في نقطة معينة كنا ثبتنا عليها اللي هي البايس بوينت، متذكرينها من الكيو بوينت؟ الكيو بوينت تمام ممتاز، الكيو بوينت. ولما بصير اشتغل بصير اتحرك بطلع بنزل، لما يدخل عندي اي سي من هناك مش بصير اعمل هيك وبطلع معي اوتبوت؟ مزبوط. لو هان انا مش متحرك مش مدخل اي سي الان، انا ثابت بس على الكيو بوينت اللي هي هاي النقطة من هون، مش بهاي اللحظة في عندي كرنتس عم بتمر؟ مزبوط. في هدول هم البايس كرنتس، هدول البايس كرنتس لازم يكونوا موجودين، لازم يكون عندي بايس كرنتس يمروا هون حتى لو ما في عندي انبوت. هلا طلعوا الاثر، هذا اثر شو بصير؟ والاصطلاح انه هدول البايس كرنتس اصطلاحهم ماشيين بهذا الاتجاه، الاثنين داخلين على السيستم مش واحد داخل وواحد طالع. فلو صار عندي هون تتذكر شو حكينا؟ قلنا لازم هذا يكون مشبوك بينه وبين الجراوند بالمقاومه بما فيها اي مقاومه جاي من هون، وهذا هدول البايس كرنتس هلا لما يمروا في المقاومتين هدول، حتى الغي اي اثر لهم ايش لازم يكون هدول المقاومتين؟ متساوية. ماشي واضح؟ هذا تفسير غير التفسير هذاك اللي موجود هناك، ماشي واضح الاختلاف ما بين اثنين؟ هذا صار انبوت بايس كرنت، حتى الغي الايفكت تبع الانبوت بايس كرنت لازم يكون كل المقاومات الايكوفلنت ريزيستنس اللي مشبوكه على الانفرتنج تيرمينال مساويه للانبوت ريزيستنس المشبوكه على النون انفرتنج تيرمينال. بس طبعا حتى الاقيها لازم اعمل كيلينج لكل بما فيهم لو كان عندي مقاومه مشبوكه هون وهون، لانه هاي وين بترجع؟ هاي بترجع على فولتج سورس ديبندنت فولتج سورس على الجراوند. اذا قتلت هذا الفولتج سورس المشبوك على الجراوند وين هاي راح تنشبك؟ وين صارت هاي المقاومه بالنسبه لهاي؟ صاروا الاثنين ان باراليل، عشان هيك احنا بنقول هاي المقاومه لازم تكون مساويه للباراليل كومبينيشن تبعتها. اذا حتى الغي اثر الانبوت بايس كرنتس لازم كل المقاومات الايكوفلنت ريزيستنس اللي مشبوكه على الانفرتنج تيرمينال للجراوند تكون مساويه للانبوت ريزيستنس او الايكوفلنت ريزيستنس اللي مشبوكه على النون انفرتنج تيرمينال للجراوند. ماشي واضح الاختلاف بين هذول الاثنين؟ في لها تفصيل كثير بكتاب ايش اسمه نيمان، في كتاب نيمان في حوالي اربع خمس صفحات.